الدولار. للمزيد حول أبرز ما يحرك الأسواق معي بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، دعنا نبدأ بجلسة أو نبدأ بأرقام التضخم واللي شفناها يوم أمس. بعد ما كنا نتحدث أنه وصلنا البيك، على ما يبدو أن الأرقام لا زالت ترتفع، وهذا بيخلينا نحط سيناريو أنه فعلا أسعار الفائدة سوف تستمر بالارتفاع خارج النطاق الزمني اللي وضعه الأسواق. يعني نحن البيانات اللي صدرت يوم أمس، بيانات التضخم، فرجتنا أنه هناك هي أعلى من التوقعات، ولكن هي بالقرب لا تزال من أعلى مستوياتها تاريخيا. يعني ما في عندي قراءات قياسية جديدة أو أعلى، بالتالي هذا نوعا ما يعني إذا بدنا نعتبره بطريقة غير مباشرة أنه رسالة تطمينية أنه القمة لا تزال هناك، ولكن التضخم لا يزال قريب من القمة، ولكن لا يوجد قراءات أعلى. هي إنما كانت أعلى من المتوقع عند 8.1%، جت عند 8.2%. يتم ترجمة هذا الأمر أنه في عندي أنا بيانات الاقتصاد الجزئي من الاقتصاد الأمريكي لا تزال جيدة جدا. يعني إذا تحدثنا عن سوق العمل، إذا تحدثنا عن الريتيل سيلز، إذا تحدثنا عن باقي القراءات الاقتصادية، معظمها تعطي إيجابية على الرغم من تشديد السياسة النقدية المفرط الذي يتم من قبل الفيدرال الأمريكي. وأعتقد ذلك مرده أنه كان في عندنا حقبة طويلة من السياسات التحفيزية والتيسيرية سببت أنه يوصل التضخم للمستويات الحالية. أعتقد أنه يوصل للمستهدفات أو على الأقل ينزل تحت 6%، هذا أمر ممكن ما نشوفه حتى الربع الثالث من العام القادم. طبعا هذا يعطي ضغط كبير على الفيدرال الأمريكي أنه لا يزال مطلوب منه تشديد أكبر في أسعار الفائدة، وأعتقد أصبح يعني احتمالية 1% تلوح في الأفق مع مطلع العام. على الرغم من أنه يوم أمس تحديدا نقدر نشوف 100 نقطة أكثر من 75 كسيناريو. ممكن نشوف 100 نقطة، ولكن احتماليتها يعني حسب CME كانت يوم أمس تراجعت بعض الشيء إلى نسبة 2% فقط بالمقارنة مع 75 نقطة أساس، أنه يكون هي النسبة الأعلى الاحتمالية برفع الفيدرال الأمريكي في اجتماعه القادم. بس نحن بنشوف أو نقرأ هذه البيانات أنه الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه مجال وسعة لأسعار فائدة أعلى دون أن يكون هناك الضرر داخل الاقتصاد. الين عند 147 أدنى مستوى منذ 32 سنة، على ما يبدو أنه حنشوف المزيد من التدخل من قبل الحكومة. ماذا تتوقع؟ يعني حرب العملات بدأت تظهر بوضوح كبير جدا، وتوقعات تدخلات البنوك المركزية أصبحت أكبر، وهذه الانترفنشنز أو التدخلات تعلن يعني قلق وتوتر وتذبذب كبير في الأسواق. نحن شفنا مبارح بالأسواق أعلى مجال للتذبذب بالنسبة للS&P 500 من مارس 2020 ما شفنا هذا النطاق. بالتالي بالنسبة للعملات على وجه التحديد الين الياباني، هذه الفجوة الكبيرة بالسياسات النقدية ما بين مركزي ياباني عند أسعار صفرية وحتى سالبة إلى أسعار فائدة ترتفع ممكن تصل إلى 4.2% في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفجوة سوف تخلق بلا شك هذا الاتجاه الحاد، وممكن نشوف 152 على زوج الدولار أمريكي ياباني قبل نهاية تعاملات هذا العام إذا ما استمر الفيدرالي برفعات 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم. رائد، كيف بتفسر العكس الاتجاه المفاجئ اللي صار بول ستريت يوم أمس؟ بدأنا الجلسة على تراجعات حادة مباشرة بعد صدور أرقام التضخم اللي أتت أكثر من توقعات السوق، ومن ثم عدنا لنرتفع بشكل حاد عند الإغلاق. هل هذا بيعني أنه فعلا وصلنا للبوتم تقنيا؟ كان في ريباوند ولا فقط الكثير من العوامل داخلة في بعضها بتحرك السوق في اتجاهات مختلفة؟ يعني في عندنا نوع من التفاؤل أنه أنا عندي موسم أرباح رح يبدأ ابتداء من اليوم إعلانات شركات، لكن في نفس الوقت مثل ما قلت لك فاطمة أنه نحن عند القمة، يعني لا يوجد مستويات أعلى بالنسبة للتضخم، وهذا أمر نسبيا مريح كان للأسواق وتم ترجمته بالعودة المباشرة. حتى الارتفاع عن التوقعات كان طفيفا من 8.1 المتوقع إلى 8.2%، لكن لا تزال أقل من القراءة السابقة عند 8.3%. إذن يتراجع التضخم ولكن بوتيرة بطيئة، وهنا تم ترجمة ذلك في الأسواق أنه في مجال عنا أنه يكون في عنا هذه هي قمة التضخم، وسوف يتم أو يوجد نهاية لمسار التشديد النقدي المفرط من قبل الفيدرال الأمريكي، فبالتالي لا يوجد مجال آخر لركن الأموال بالنسبة للمستثمرين سوى سوق الأسهم. رائد، بشكل سريع يجب أن نتحدث عن الوضع في بريطانيا
لأنه بدأ يأثر على ثقة ومعنويات المستثمرين حول العالم، خصوصا وول ستريت وخصوصا التريجري بشكل كبير. البرنامج فيه الكثير من التغييرات، مرتقبين نسمع التفاصيل. استليني عليه حركة قوية أيضا. يعني ليز تراس بداية غير موافقة على الإطلاق، خلينا نقول بشكل واضح أنه في عنا قلق من هذا البرنامج، غير موافقة عليه. تمويله عملية صعبة ستؤذي الاقتصاد، وتدخلات البنك المركزي أثارت المزيد من القلق والذعر في الأسواق، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تخفيضات كبيرة بطموحات البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتقليص الضرائب على الشركات وعلى الأغنياء. أعتقد هذا سوف يتم تمريره بلا شك دون أن يكون هذه الاقتطاعات الضخمة في الضرائب. رائد الخضر، رئيس قسم البحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا فاطمة.